السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة قلم المعرفة. هذا النموذج ديال فرض المرحلة الثانية المستوى السادس ابتدائي مادة اللغة العربية. إذن نبدأ بركة الله. النص: لا شك أن حب الوطن شعور عميق، لكن للذين يحبون وطنهم يجب أن يظهر ذلك جليا في سلوكهم ولا يقتصر فقط على الشعور. فحب الوطن يقتضي خدمته بكل وفاء وإخلاص وعدم خيانتي بأي شكل من الأشكال. فأنت أيتها المواطنة يجب عليك أن تساهمي بعملك في خدمة بلدك، وأنتما أيها المواطنان فيتعين عليكم أن تدفع الضرائب وأن لا تتهرب من أدائها. إذن الشكل والفهم: أضبط بالشكل التام الكلمات التي تحتها خط. إذن الذين يحبون أن تساهمي أن تدفع الضرائب. ما هو مرادف الكلمات التالية انطلاقا من النص؟ واضحا، واضحا هي جليا، إذا جليا هي واضحا. يلزم، يلزم هي يتعين. يتعين. إحساس هو شعور. ضع عنوانا مناسبا للنص. العنوان المناسب للنص هو حب الوطن. التراكيب الأفعال الخمسة. استخرج من النص جملة مكونة من عناصر محددة في الجدول أسفله: أداة نصب واستدراك، اسم موصول، فعل مضارع ضمير متصل فاعل مفعول به، وضمير متصل مضاف إليه. إذن الجملة اللي تطابق هذه الترسيمة هذه هي عندنا هنا في النص، بداية النص لكن أداة نصب، اسم موصول هو الذين، فعل مضارع يحبون، يحب هنا إذن هو ضمير متصل، مفعول به ماذا؟ وطنهم، إذن وطنهم، إذن ضمير متصل مضاف إليه. إذن هذه الترسيمة. نشوف الصفحة الموالية. إملأ النص بالجدول بما يناسب. إذن الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة عندنا الضمير المتصل واو جماعة هي يحبون. يا المخاطبة تساهمي، ألف الاثنين تدفع. إذن هذا الشيء من طبيعة الحال. أعرب الجملة الآتية: لم تفهموا الدرس. لم أداة جزم، تفهموا فعل مضارع مجزوم مجزوم، فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. لأنه من الأفعال الخمسة. الدرس، الدرس مفعول به، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الصرف والتحويل: تصريف الفعل المعتل الناقص، أكمل حسب المطلوب مع شكل آخر، مع شكل آخر الفعل. أنا دعوت أحمد، أنت دعوتي،
أنت دعوت أحمد، أنت دعوت أحمد، هو دعا أحمد. الصفحة الموالية، هي دعت أحمد، هم دعوا أحمد، نحن دعونا أحمد، أنتما دعوتما أحمد، أنتن دعوتن أحمد. أملأ الجدول بما يناسب الماضي. رضيت، أنا رضيت، أنت رضيت، أنت رضيت، أنتما رضيتما، أنتم رضيتم. أنتن رضيتن، هما رضيا. مضارع، أنا أرضى، أنت ترضين، أنتما ترضيان، أنتم ترضون، أنتن ترضين، هما يرضيان. الأمر، أنت ارضي، أنت ارضي، أنتما ارضيا، أنتم ارضوا، أنتن رضينا. نمشي السؤال الموالي. همزة ابن، أكمل بما يلي. ابن بالألف ولا بدون ألف؟ هذه صورة عقبة اب، عقبة بن نافع، لأنها بين عالمين لهما صلة نصب. من يعرف محمد بن تومرت؟ لدي ابن صغير سعيد، ابن مجتهد. هذا كل ما لدينا اليوم. شكرا على المشاهدة، وبالنجاح والتوفيق للجميع. لا تنسونا من الدعم فضلا منكم، وإلى اللقاء.